إذن التعريض لا يجوز للمطلقة الرجعية أبدا، لأن في حكم الزوجة، ولا يجوز للإنسان أن يخبب زوجة على زوجته، زوجة على زوجها، واضح ولا لا؟ الرجعية لا يجوز التعريض لها. وأما بالنسبة للمطلقة البائن في عدتها أو التي توفي عنها زوجها، أو التي توفي عنها زوجها، فهذه يجوز التعريض في حقها.